وانت في نص الليل بس الجو شكله نص النهار. هاي كيف؟ والله ما ادري. يا سبحان الله يا الله، شو ها؟ تدرون الحين الساعة كم؟ الحين الساعة 1:15، مو بظهر، مساء، لا صباحا، لا ليل، ليل ولا نهار ما فهمت انا. شوف الشمس كيف، تخيل يا الربع، هذه المدينة الشمس ما تغيب عنها ابدا. من اول ما انتقلت للسويد وانا اتساءل شو اللي موجود في شمال السويد، وخصوصا هذه المدن اللي نسمع ان الشمس ما تغيب عنها ابدا. فقررت هذا الصيف اني اروح واشوف بنفسي. فعلا من اغرب ما شفت، والشمس طالعه تتمشى في نص الليل ولكن يتهيأ لك كأن نهار. شيء عجيب وغريب. خلوني اخذكم في رحله الى هذه المدينه اللي تعتبر اخر مدينه في الشمال السويدي، واللي اكثر من نص سكان السويد بعد ما زارها. أنا ساكن في جنوب السويد، مدينة يوتوبوري، وكان لازم أخذ 3 قطارات مختلفة و18 ساعة في الطريق عشان أوصل لهذه المدينة، مدينة كيرونا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير وبصحة وسلامة. يا مرحبا بكم في فيديو جديد من الشمال، الشمال السويدي، أقصى مدينة في شمال السويد اسمها كيرونا. طبعا يمكن شفت الرحلة، رحلتي من مدينة يوتيوبوري إلى كيرونا أكثر من 19 ساعة، والحين وصل. مدينة كيرونا مشهورة بمناجم الحديد، مناجم موجودة من عشرات السنين وتضخ بالمدينة بملايين الدولارات، ويوجد فيها أكبر منجم تحت الأرض في العالم. Is Kiruna still hosts the world's largest and most modern underground iron ore mine. والآن هذه المناجم تعتبر مهمة جدا للدولة، فهي مستمرة بالحفر مهما كان الثمن. وفي السنوات الأخيرة بدأ الحفر يصل إلى وسط المدينة، وهذا اللي هدد بسقوطها. The mine threatens to destroy the town of 23,000 people that grew out of it. فقررت الدولة نقل المدينة بالكامل، نعم نقلها بالكامل، وتعويض الأهالي بمبالغ مالية. راح تشوفون فيديو عن هالموضوع قريبا. وصارت كيرونا تجذب السياح في السنوات الأخيرة ب3 أشياء: مناجم الحديد، الفندق الجليدي، وما يسمى بميدنايت سن، وهي الشمس اللي ما تغرب أبدا. تخيلوا أنا جالس أصور في الليل، الحين الساعة كم يا الربع؟ الساعة 11:42 في الليل. أنا الحين في الليل، تخيلوا. وين زين؟ كيف الليل؟ والله ما أدري، هو المفروض اليوم يعني إذا الشمس طالعة والله بتحسين كأنه نهار عادي، شيء طبيعي، الشمس ما تغرب في المدينة هذه. بس أبغى أمشيكم في المدينة هذه اللي ما تغرب فيها الشمس أبد، كيف وضعها؟ يعني شيء غريب، كأن أنت في النهار بس مدينة مهجورة، لأن الكل راقد الساعة 12 في الليل. في العادة يوم تكون الجو يعني ظلام ما في شمس يمكن تخاف، بس كيف تخاف وما في ظلمة؟ هذه هي المدينة اللي ما تغرب فيها الشمس، تخيلوا لمدة تقريبا 40 يوم، 40 يوم الشمس ما تغرب. مدينة كيرونا في شمال السويد، وفي هذا الوقت ما بتشوف في الشوارع إلا السياح. طبعا أنا الحين قابلت 2 يعني أعمامي من كبار السن، جايين من أمريكا، تخيلوا من أمريكا جايين عشان يشوفون اللي هو الليل اللي الشمس اللي ما تغرب. فخلونا نسألهم بس. Why did you come here? Yeah, we just came to see the midnight sun. Yeah. And it was so nice. We went.
Yeah. We look yesterday sun, midnight sun. Yeah. It was so good. What do you think about the idea that in the middle of the night there is still a sun? This is unbelievable. Yeah, you have never seen something we like never this? Seen like this. Yeah. Yeah, we have never seen. It's unbelievable, you know. والله شيء عجيب صراحة، شيء يجيب لك الفرحة. طبعا لا تغركم الفرحة هذه، لأنه في الشتاء الأجواء تستوي مظلمة 24 ساعة الشمس ما تطلع، ويمكن نرد نصورها إن شاء الله. بس شوفوا يا المنظر يا الربع، المدينة مهجورة عامة. أول يوم ما قدرت أشوف شمس الليل لأنه كان في غيوم، وكان لازم أرد اليوم الثاني. طبعا وأنا أتمشى قابلت شباب، ما في حد في المدينة كلهم راقدين، هذين الشباب قابلتهم سهرانين طبعا طايرين طبعا مو موجودين ويانا معاذ الله. What do you think about the midnight sun? It's really beautiful. I like it. Yeah. All the time is like, it's bright. Yeah, it's bright. Yeah. What do I call tonight? Have a good night or have a good day? Good day. Huh? Good day. Today good day. It's good day. No, no, it's day or night. It's day. It's all the only time. Today. You know, good day. It's tomorrow. It's polar, good night. Polar night. Polar day. شوفوا يا ناس شوفوا كيف الحين الساعة 12:47 تقريبا، الساعة 1 تقريبا. It's like nearly 1 o'clock and it looks like 1 o'clock day night daytime. Yeah. رغم أني قابلتهم قبل شوي، عرض عليه الشباب ياخذوني لأعلى قمة في المدينة عشان نشوف المنظر من فوق. والله رغم انهم شباب سكرانين وكل شيء صار، بس طلعوا زينين صراحه، يابوني لاعلى قمه موجوده في المدينه هذه ويالسين نتمشى فيها. It's night. It's yet, but it's not night. Yeah, it's but sun is still shining. Yeah. I like that. Yeah. Every day, day. Beautiful. Every day is day. Every day is day. Yeah, it's every day. Every day is day. Yeah. It's like, it is what it is. Yeah. Never goes down, huh? فعلا لا تحكم على الناس قبل معرفتهم. شباب كانوا رائعين جدا. وسبحان الله فعلا شيء عجيب أنك تشوف الشمس في منتصف الليل. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ادعمونا بلايك لأني فعلا تعبت في هذه الرحلة. نشوفكم على خير. سلام.